مشان الساعة صرت مأرجيني إياها 20 مرة إنها بتضوي بالعتمة. مو مشان الساعة أنا تهتلي. لك مشان شو؟ مشان ما حدا يسمع. بشو؟ عم يسألوا عن بديع. لا ما انطبلت الحارة شو ما نقدر يعني. بتعرفي شو نصحوني؟ بشو؟ أنا خلي بديع يستأجر بغير أذنة ونعمل حالنا مختلفين معه مشان ما نتأذى. روح إذا خايف روح لعند أختك نام عندها العمى بس تاع البقرة بيكتروا اللحامين. هلا لا تعمليني بقر وسكاكين ولحامين. شو فيها؟ خلي الخازوق يجيب واحد ولا بالكنت. خازوق اسمع مرة تانية إذا بسمعك عم تحكي بهذا الموضوع خاصة قدام بديع ما تلوم إلا نفسك. العمى شو مجرم هو؟ ليش عم يسألوا عنه؟ أبصر إجي على بالهم يسألوا كانوا نسيانين وفطنوا فين؟ ما بيفطنوا فيه بلا سبب. لكن لو مو كان عامل شيء ما بيعن على باله. حتى ولو افطرت شو بتبرى من ابني يعني؟ ايه بس أنا مو ابني. هلا شو بدك مني؟ فهمني. شوفي إذا وصل المستوى بكي لا تلوموني أنا بدي أحكي. شو بدك تحكي؟ شو ما قالوا لي بدي قلهم إيه؟ قال ألف عين تبكي ولا عين أمي تدمع.